ورحمة الله وبركاته. اليوم درسي هو حرف جديد وجميل، نريد منكم أن تتعرفوا إليه وإلى صوته وإلى كيفية كتابته وأشكاله. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. اليوم درسي هو حرف الظاء، حرف الظاء وكتابته، فهيا بنا نتعلم كيفية كتابته. مرحبا، أنا حرف الظاء، اسمي حرف الظاء وصوتي أو. اسمي حرف الظاء وصوتي أب، وأوجد بكلمة مظلة، مظلة. إذن ما اسمي يا أطفال؟ اسمي حرف الظاء وصوتي أب. أنا أشبه حرف الطاء بشكلي، ولكن على رأسي نقطة. اسمي حرف الظاء وصوتي أظ. أشكال حرف الظاء: متصل ومنفصل. المتصل يأتي في أول الكلمة، وله يد تمسك بالحرف الذي يأتي بعده في الكلمة. أما في وسط الكلمة أيضا يأتي متصلا، يمسك بالحرف الذي قبله والحرف الذي يأتي بعده، فله يدان. إذن في حالة الاتصال حرف الظاء يأتي إما له يد في أول الكلمة أو يدان في وسط الكلمة، اليد الأولى للحرف الذي قبله والثانية للحرف الذي بعده. أما في حالة المنفصل فيأتي جالسا على السطر لوحده، لا يمسك بأحد. لنكتب الآن حرف الظاء على السطر. في حالة حرف الظاء في أول الكلمة فله يد واحدة بعده، وتكون يده طويلة شيئا أو نوعا ما. أما في حالة المنفصل فيأتي جالس على السطر ويشبه حرف الطاء وعلى رأسه نقطة. لنكتبه يا أحبائي بخط مرتب وجميل على السطر، ورجاء إرسال لي وظيفتكم الجميلة. أما حرف الظاء في وسط الكلمة له يدان، يد تمسك بالحرف الذي قبله ويد تمسك بالحرف الذي يأتي بعده. أريد منكم أن تكتبوه بخط مرتب وجميل على السطر. أنا حرف الظاء موجود بهذه الكلمات. لننظر إلى الصورة الأولى، نشاهد فيها صورة ظلام، ظلام. هل سمعتم صوتي؟ نعم، أنا جئت في أول الكلمة، ظلام. لننظر إلى الصورة الثانية، لننظر إلى الدائرة السوداء. إلى ماذا تشير هذه الدائرة؟ لأي صورة؟ صورة ظفر، ظفر. هل سمعتم صوتي؟ أجل، وموجود في أول الكلمة، ظفر، ظفر. لننظر إلى الصورة الثالثة، ماذا نشاهد؟ نشاهد صورة ظرف، ظرف. هل سمعتم صوتي؟ نعم، أنا موجودة في أول الكلمة أيضا، ظرف. حتى ننطق حرف الظاء جيدا
نضع لساننا بين أسناننا. نضع اللسان بين الأسنان، لكن اللسان يتجه إلى الجهة العليا للأسنان، أي أرفع لساني عند أسناني في الجهة العليا. أضعهم بين أسناني، اللسان أضعه بين أسناني، طرف اللسان، وأوجهه إلى الجزء العلوي من الفم. أض أض هكذا ينطق حرف الضاد. الضاد ينطق من خلال وضع اللسان بين الأسنان وموجه طرف اللسان إلى الجهة العليا من الأسنان. حرف الضاء وصوته أض. لنستمع إلى صوت حرف الضاء في الكلمات الموجود فيها حرف الضاء، والكلمات ليست موجود فيها حرف الضاء نشطبها. ننظر إلى الصورة الأولى، شاهد فيها صورة شمس. هل سمعنا فيها صوت حرف الضاء؟ لا، لم نسمع. إذن لا يوجد فيها حرف الضاء. الصورة الثانية صورة قارب. هل سمعنا فيها صوت حرف الضاء؟ لا، لم نسمع. إذن لا يوجد فيها حرف الضاء. الصورة الثالثة صورة الظفر. الظفر، هل سمعنا فيها صوت حرف الضاء؟ أجل، إذن يوجد فيها حرف الضاء. منشار، هل يوجد فيها حرف الضاء؟ لا، لم نسمع صوته. ظرف، هل سمعنا صوت حرف الضاء؟ أجل، لقد سمعنا صوت حرف الضاء، إذن يوجد فيها حرف الضاء. شرطي أو ضابط، هل سمعنا فيها صوت حرف الضاء؟ لا، لم نسمع. ضابط حرف الضاد وليس حرف الضاء. دمية، هل سمعنا فيها صوت حرف الضاء؟ لا، إذن لا يوجد فيها حرف الضاء. ظبي، هل سمعنا فيها صوت حرف الضاء؟ أجل، إذن يوجد فيها حرف الضاء. ننظر إلى الصورة الأولى، ماذا نشاهد؟ نشاهد فيها صورة ظبي. ظبي، حرف الضاء جاء في أول الكلمة وحرك بالفتحة، وجاء بعده حرف الباء ساكنا. ظبي. الآن لننظر إلى الصورة الثانية، ماذا نشاهد فيها؟ نشاهد فيها صورة ظل. ظل، حرف الضاد هنا جاء مكسورا. ظل. لننظر إلى الصورة الثالثة، ماذا نشاهد فيها؟ نشاهد فيها صورة محفظة، يوجد فيها حرف الضاء في وسط الكلمة. موقع الحرف في الكلمة، حرف الضاد جاء في أول الكلمة، يأتي في أول الكلمة ويمسك بالحرف الذي يأتي بعده، مثل كلمة ظلام. ظلام، انظر كيف أمسك في الحرف الذي بعده، يأتي في وسط الكلمة وله يدان، يد تمسك بالحرف الذي قبله ويد تمسك في الحرف الذي بعده، مثل كلمة مظلة. مظلة. أما في آخر الكلمة، من الممكن أن يمسك بالحرف القبل الأخير في الكلمة، مثل كلمة يحافظ. يحافظ، انظر كيف أمسك حرف الضاد في آخر الكلمة بالحرف الذي قبله، ومن الممكن أيضا أن
يأتي حرف الضاد في آخر الكلمة ولا يمسك بأحد، مثل كلمة محفوظ. محفوظ. فحرف الواو الأخير، أو عفوا الحرف الواو القبل الأخير جاء في قبل الأخير الكلمة، الحرف القبل الأخير حرف الواو لا يمسك بالحرف الذي يأتي بعده، فجاء حرف الضاد لوحده ولم يمسك بالحرف اللي قبل الأخير في الكلمة. ارسم دائرة حول حرف الضاد ثم اكتبه مع حركته. ظلام. ظ ظ ظلام. حرف الضاد جاء متحركا بالفتحة، إذا الآن سوف أجرد حرف الضاء من كلمة ظلام مع حركته ظ. انظر كيف كتبت حرف الضاء لوحده اللي مع حركة الفتحة. الآن من ضار. من ضار. جاء حرف الضاء في وسط الكلمة وحركته الفتحة لنجرده الآن. انظر كتبنا حرف الضاد وله يدان، يد تمسك بالحرف الذي قبله ويد تمسك في الحرف الذي بعده لأنه جاء في وسط الكلمة، وها هي حركة الفتحة عليه. ظل. ظل. حرف الضاد جاء في أول الكلمة وحركته الكسرة، انظر كيف جردنا حرف الضاء وتحته كسرة. يحفظ. يحفظ. ظو. جاء حرف الضاد في آخر الكلمة وله يد أمسكت بالحرف القبل الأخير في الكلمة لنكتبه مع حركته بيده التي جاءت قبله، انظر كيف جردناه وعليه حركة الضمة. ظو. يحفظ. الآن لنكتب الحرف الناقص في الكلمة. حرف الضاد هنا جاء في أول الكلمة، سوف نكتبه بشكله في أول الكلمة، إذن حرف الضاد في أول الكلمة له يد تأتي بعده مباشرة، يد واحدة تأتي بعده، فهو سوف يكتب بالشكل الأول. ظلام. ظلام. الآن نكتب حرف الناقص في هذه الكلمة. حرف الضاد هو الحرف الناقص، لكن سوف نختار الشكل المناسب الذي سوف أكتبه لحرف الضاد حتى يتناسب مع الكلمة. هل حرف الضاد جاء في أول الكلمة؟ هل الفراغ في أول الكلمة؟ لا، إن حرف الضاد هنا سوف يأتي في وسط الكلمة، في وسط الكلمة، إذن سوف نختار الشكل الثاني وله يدان، يد تمسك في الميم ويد تمسك في اللام، فتصبح الكلمة مظلة. مظلة. هنا حرف الناقص أيضا هو حرف الضاد لكن في آخر الكلمة، وسوف يمسك بالحرف القبل الأخير وهو حرف الفاء. الآن سوف نختار شكل حرف الضاء الذي سوف نختاره. حرف الضاد في آخر الكلمة ولكن له يد تمسك بالحرف الذي قبله، إذن سوف نختار الشكل الثالث. قطار حرف الضاء في أول الكلمة ظلام. ظلام. في وسط الكلمة مظلة، وفي آخر الكلمة متصل يحافظ، وفي آخر الكلمة منفصل محفوظ. إلى هنا أحبائي الأطفال أكون قد أنهيت درسي لحرف الضاء، أريد منكم كتابته بأشكاله الثلاثة. حرف الضاء في أول الكلمة،
وفي آخر الكلمة وفي وسط الكلمة، وحرف الضاء أيضا المنفصل لوحده. وإلى اللقاء.